يا الله. أختي حبيبتي الحمد لله، ألف حمد وشكر لك. أنت منيحة ما هيك؟ إيه منيحة. مسكوا له هداك الحقير؟ لا هرب، بس رح يمسك. الله يرضى عليك ويوفقك يا عمري. استغفر الله خالتي، ما عملت شي. تسلم يا ابني، ما رح انسى فضلك ابدا. فضل الله، هذا واجبي. الحمد لله على السلامة هازان، خاطركم. شكرا كثير لك. يا حبيبتي طاهر، انت منيح؟ منيح، ما تخافي يا روحي، خلصناها، ما فيها شي، بنوب وضع منيح. وطارق؟ لما فتنا على البيت هالواطي هرب دغري، فص ملح وداب. طيب حبيبي انت فوت لجوا، نحن هلا رح نتصل بهازان. اوكي طيب، اصحك التعبي حالك. نفس عم تدق. نفس هازان، انت منيحه؟ ايه انا منيحه، بفضل طاهر وفرهاد الله يسلمهم. منيحه، فرحتيني. منيحه، نشكر الله. الف الحمد لله. شو القصة؟ دقيت لتقلي وينو ابنك؟ أكيد، أنت مو هيك طلبت مني؟ أنا دائماً بخدمة العدالة والطيبين. إيه ما في منك، هات قلي لشوف وين متخبي؟ والله ما بعرف إذا كان متخبي ولا لا، بس بعرف إنه بباطوم هلأ. بعد ما إجيت وقلت لي إنه خطف هازان اتصلت فيه، موبايله كان مغلق، هلأ حاكاني بباطوم. ليكو راح بالليل لهنيك، اتخانق مع شباب زعران، قام اضطر ينام ليلي بالمستشفى. إذا بتحب تابع موبايله مشان تتأكد من هالحكي هاد. هو بباطوم هلأ ورح يرجع اليوم المساء أكيد. أول ما يرجع من وصلته رح أمسكه من أدنية وجيب لك يا سيدي المحترم. ولك أنت شو عم تخبي صح؟ والله هذا الشي اللي أنا فهمته منه. إذا بتحب تصدق، إذا ما بتحب لا تصدق. وهلأ نهارك سعيد. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.